أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الدفع بمبادرات خلاقة لمواجهة التحديات العالمية ودفع النمو الاقتصادي تحقيقا لأهداف استراتيجية لمصر للتنمية المستدامة 2030. وخلال تفقده عدد من أجنحة معرض القاهرة الدولي للاتصالات الخاصة بالجهات الحكومية المصرية بالإضافة إلى بعض صالات عرض الشركات الخاصة، اطلع الرئيس على أبرز جهود المؤسسات الحكومية في إطار خطط الدولة المكثفة للتحول نحو حكومة ومجتمع رقمي متكامل. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح الدورة 22 لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو ICT، وهو الملتقى الذي يعقد سنويا تحت رعاية سيادته. تشريف سيادتك المتواصل لهذا المعرض سنة بعد سنة رسالة قوية جدا لأهمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كافة أنحاء التنمية المجتمعية والاقتصادية، وبيضع على أهل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسؤولية كبيرة إن احنا نوفيها أمام سيادتك وأمام الشعب المصري. كما تفقد سيادته عددا من أجنحة المعرض الخاصة بالجهات الحكومية المصرية كوزارات المالية والنقل والداخلية والإنتاج الحربي والتعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة العامة للبريد والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى بعض من صالات عرض الشركات الخاصة. وقد اطلع سيادته في هذا السياق على أبرز جهود المؤسسات الحكومية في إطار خطط الدولة المكثفة للتحول نحو حكومة ومجتمع رقمي متكامل، كتطوير بوابة الحكومة الإلكترونية وتكامل نظم وقواعد البيانات القومية وإنشاء منافذ الشباك الواحد للمستثمرين وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية وإطلاق الخدمات البريدية الإلكترونية والاستعانة بنظم المحاكاة للتدريب على قيادة القطارات وابتكار منظومة للتحكم في خطوط السكك الحديدية وميكنة خدمات الجمهور المقدمة من وزارة الداخلية كالأحوال المدنية والمرور وتصنيع أجهزة الكشف عن الحقائب وتصنيع العدادات الكهربائية وتطوير منظومة التعليم الرقمي والتصحيح الإلكتروني، فضلا عن اطلاع سيادته على جهود الارتقاء بالخدمات المقدمة من شركات شبكات المحمول وأحدث تقنيات الجيل الرابع. وقد أكد سيادته في هذا الإطار على أهمية قطاع الاتصالات كركيزة أساسية تساهم في تحسين حياة المواطنين بالنظر إلى تداخلها في جميع مناحي الحياة، وذلك من خلال تحقيق نقلة نوعية في المجتمع المصري عبر توطين التكنولوجيا واستخدام أحدث نظمها في محافظات مصر المختلفة وتيسير وتطوير كفاءة الخدمات الحكومية وتوفير البيئة التي تشجع على بناء القدرات الخاصة بالشباب وتوفير فرص العمل عن طريق إقامة المشروعات العملاقة وزيادة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. كما شدد سيادته على ضرورة استمرار الجهود والدفع بمبادرات خلاقة في هذا الصدد لمواجهة التحديات العالمية الآنية ودفع النمو الاقتصادي تحقيقا لأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.